شادي راح الدكان، شادي كب الزبالة، شادي شادي اف خزري. الو اسعاف، في واحد ضربته سيارة واندعس. وي 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 يي شادي، الحمد لله على سلامتك. شادي سلامتك، ايش صار لك؟ ولا ايش، امبارح في سيارة دعستني وضلت اهرب، هلا ساعدوني اطلع الصف، مش قادر اطلع، كثير صعب تطلع. طب اسمع، هلا بروح بحكي للمديرة. تفضل. مرحبا، امبارح شادي دعسته سيارة وهلا هو ما بيقدر يمشي على إجري، بيمشي على الكرسي المتحرك، فكيف احنا بنقدر نساعده يطلع على الصف؟ هذا الاشي مش بايدي، يا بتروح بتعرضوه لوزارة التربية والتعليم او بروح لمدرسة تانية للمعاقين. اوكي شكرا كتير. باي. شادي عندي اخبار مش منيحة لك، المديرة قالت اما بتروح على مدرسة للمقعدين او بتروح تعترض لوزارة التربية والتعليم. طيب بدنا نروح نعترض لوزارة التربية والتعليم. يجب أن يكون هناك احترام لحقوق المعاقين. حق الإنسان أن يعيش مهما كانت ظروفه.